هذه محاكاة للواقع فقط، والحقيقة هي هذه. أضخم مشروع في الجزائر. من المحال أن ننجزوا طريق، يعني من اليوم، من بداية اليوم يكون متكامل. قولوا يطلع فيهم ويمشي ويشوف الطريق كيف هي مخدومة. بدأت الحكومة الجزائرية تتفخر بما أسمته مشروع القرن، إنه الطريق السيار الذي يبدأ من هنا. كيلي سينيستر مازال هو، راني نقول لك كل يوم تسمعوا حاجة. انزلاقات، انهيارات، وتأخر في المواعيد. بيناتنا خدمة هذه تاع عام ونص، وهذه الشركات ما زالت في الميدان، وانتوما ما راكوش تخدموا دائما. من بلعباس حتى الى تلمسان، تعرف مناطق فيها انزلاقات معروفه كما في الشرق. غياب دراسه دقيقه. مشروع القرن، طريق مقطوع، ضمن سلسله شروق تحقق، ياتيكم الاثنين في الاوقات التاليه.